السياح الذين يريدون زيارة شبه الجزيرة التاريخية لإسطنبول ليسوا وحيدين بعد الآن، حيث إن هناك أدلة سياحيون متطوعون مستعدون لمساعدتهم. بلدية فاتح لإسطنبول بدأت في تطبيق جديد بمنطقة السلطان أحمد. المتطوعون الذين يلبسون قمصانا زرقاء يستضيفون السواح الوافدين إلى إسطنبول. لو صادفكم في طريقكم إلى السلطان أحمد هذه الأيام، يمكنكم أن تثبتوا عيونكم إلى أناس يلبسون قمصانا زرقاء. هؤلاء الأشخاص الذين انتشروا في كل مكان بالميدان التاريخي بقمصانهم الشبيهة بالزي الرسمي هم في الحقيقة الموظفون الذين يساعدون السواح. أهم خاصية تميز بينهم وبين الأدلة الآخرين أنهم يقومون بهذا العمل بشكل تطوعي، وأنهم يشتغلون في الساحة وليس على الطاولة. غايتهم الوحيدة هي إرضاء السياح بإرشادهم، ولأنهم يسهمون في سياحة البلد فإنهم متمسكون بعملهم كثيرا ويعملون بشغف. طلاب الجامعات من بين ذوي القمصان الزرقاء يجتمعون مع الناس من مختلف البلدان ويطورون لغاتهم الأجنبية، وكلهم سعداء بذلك ويرون ذلك فرصة لهم، وعددهم قرابة 200. وكل يوم يخرج إلى الساحة عدد معين منهم، ويزداد هذا العدد يوما بعد يوم. السياح يستغربون أولا، وبعدما يتأكدون أنهم آمنون يطرحون أسئلتهم بشكل متتال وبكل طمأنينة. ففي هذه الأيام كأن شبه الجزيرة التاريخية مصبوغة باللون الأزرق. هم سفراء السياحة الذين يقفون في واجهة تركيا ويقومون بعمل أهم مما يعتقد. يعملون خاصة في السلطان أحمد ونور عثمانية والسوق المغطاة وديوان يولو وبايازيد، ويشتغلون بنظام المجموعات، وكل مشرف يشتغل 4 أيام، وتعمل أيام الأحد كلا المجموعتين، ويتم إرسال المشرفين إلى بعض المناطق حسب البلد الزائر. فعلى سبيل المثال يشتغل في منطقة السلطان أحمد أشخاص يعرفون العربية، حيث تتم زيارة مسجد السلطان أحمد من قبل السواح العرب بشكل أكبر. وظيفة المشرفين هي إرشاد السواح إلى الأماكن التي يريدون زيارتها. يقومون باقتراحات مثل قوموا بجولة بوسفورية أو اذهبوا إلى الحفل الغنائي، وفي الحالات الطارئة أيضا يعملون، حيث يتم الإخبار ضد المتاجر التي تزعج السواح أو تسرقهم أو يحاول أصحابها خداعهم. ومن وظائفهم أيضا مساعدة من يضيع منهم.